يهمش. يعني الانسان يعني مزيقا الدواء ند الباب محر يوسعا ما حيتفوق الانسان بعد يموت. التوبه ما هي التوبه؟ الرجوع الى الله عز وجل. الدري بنادم صغار اصلا ربي تبارك وتعالى، اي صالح بنادم ربي تبارك وتعالى، اي تزلى بنادم غير الدوري تزلى، يحكي كرمي الحقوق المدنى يعني ضربي مثل المسامحه راني متنايد انسن اكارتو اكورت غرو الدونيس هان كل ما ان راه استسفيك كينو كرو منك في الدماء ان تمتع لقيت مدنا كي تصيت المصيبه. اذا والحق انك تموت والجميع سيموت، والحق انك ترى ملائكه الرحمه او ملائكه العذاب عند موتك. عند موتك لوقت اللي راكي تفوق الروح سنت ما تقيت سنت ما نتريت سنت ما اتجاه تسديت. علاش؟ لانك تقيت بنادم يفولكين ار انتاش كان مي الملائكه الرحمه الملائكه الجند ما سنتاش كان ار انتاش كان بهيئه حسنه انتاش كان سياط الصوريقه جميله الثياب البياض يعني يعني الروائح الجنه كذا الى اخره الوجوه الحسن ما ساكتنين راك تنين الا تخافوا ولا تحزن وابشر بالجنه التي ادورتك صد هنيئا لك الزندك ياتيك صدم. علاش؟ لانك يتسنطد لي ربي غدونيت. اما ولي وريسن ربي وريسن الحقوق وريسن مدن وريسن اتجار وريسن قماس وريسن عميس يسخلط كلو كلو دار سنت الدونيت تهنى الوقت هاتي وغانمي يرى ملائكه العذاب الوقت اللي ريت فوق روح انسان انتاش كان الملائكه العذاب ملي كتقال الملائكه العذاب انتاش كان سما اسمي بهيئه قبيحه جدا انتاش كان سياط الصوره يخشن لك الروائح الكريهه طجو طوري كيما راه ستي ما تقام اسال العمل اللي كان قال لك لي اي اللي ترويت هان راه تسحلبت اي اللي تسكرت غدونيت هان غاسد اي كان اي كانت منس الى اخره. ثم والحق انك ترى ملائكه الرحمه او ملائكه العذاب عند موتك، والحق ان يكون قبرك روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار، والحق إذا تسنتي سريق القبر